رؤيه الذهاب الى مقر العمل والتحضير ونحو ذلك في الغالب ما يفسر الاستقرار النفسي في الوظيفه والتوفيق. قال سبحانه وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. اما رؤيه السياره المفقوده ونحو ذلك وما حدث في اخر رؤيه ربما يفسر بشيء من الهم اليسير يزول ان شاء الله بالدعاء. قال سبحانه وتعالى: اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. هذا والعلم عند الله.